اولا تكلمت على الحمله الاولى ديال اللي داروها اشخاص ضد الضحايا ولفائده صديقهم بوعشرين، عندما تكلمت عن اتهام جهات بانها هي التي وراء هذا الملف وان بوعشرين اعتقل بسبب نشاطه الصحفي في النهار الثاني للاعتقال، باقي معتقل، ما عرفني جابوا هذا الشيء هذا. وكذلك وقفنا كذلك على مساله ديال محاوله دس شخص باسمي هيومان رايتس لكي يتابع المحاكمه ويراقبها، وقلنا بانه هذا العمل هذا كذلك كان فيه تكالب على المحاكمه وضد الضحايا العنصر النسوي، وكانت محاوله لاعطاء معطيات مغلوطه لهيئه حقوقيه هي هيومان رايت يوتش باش تخرج واحد التقرير ما فيهش تكافؤ الفرص، فيه معطيات مغلوطه ضد هذه المحاكمه هذه. وبالتالي فحنايا كان الدفاع ديالنا كذلك الصحافه باش غيره على ديك الهيئه الحقوقيه باش ما تسربش لهاش معطيات غلطه، وانه ذلك توقف عندما قررت المحكمه لفائده العداله بسريه المحاكمه. النقطه الثانيه تكلمت على الشكايات ديال بعض الضحايا وكيفاش جاوا، وبينت كيفاش المنطق التاريخي والتسلسل ديال الوقائع كل وحده كيفاش حطتها في واحد اللحظه معينه، وكيفاش ان الوكيل العام عنده الاختيار انه لحمايه سريه البحث وحمايه الاطراف وحمايه البحث ولذكاء النيابه العامه انها حاولت ما تبينش الشكايات باش ما تسربش الاخبار عند المتهم ويقوم باتلاف وسائل الاثبات. كذلك من بعد عطى الوكيل العام الامر ديالو للشرطه القضائيه باش تمشيو تعتقلوا، وبررنا طريقه الاعتقال، بررنا كيفاش دخلوا وعلاش دخلوا، والطاقم ديال الضابط القضائي اللي خصو يكون فيه ناس علماء مختصين في المعلوميات وفي بزاف ديال وفي الكهرباء الى اخره، في مجموعه من العلوم والتقنيات، وعاد الضباط اللي يمكن يضبطوا، عندك يكون الهروب، عندك يكون شي عنف الى اخره، معنى انه واحد الطاقم اللي خصو يكون مهم. ثم بينا الاجراءات اللي اتخذت اللي كانت وفق القانون والقانونيه، ومن بعد انتقلت كذلك الى وسائل الاثبات ديالهم، يعني الشهود ديالهم والى اخره، وبقينا كنضبطوا وكنرد على كل وحده، وبينا ان السلوك ديال دوك الشهود بعد الخبره قالت اودي بان هذا التسجيل هذا راه داز من هذا الجهاز لهذا وتنقل الى اخره، كي الخبره ديال الدرك الملكي كتبين العلاقه ديال دوك الاجهزه في التسجيل، وبالتالي فهذوك اللي جاوا تيقولوا لا هذه الوسيله ما كانتش اتحطات، كيبانوا بانهم دابا مزورين وانهم بغاو يتفلاو على يعني البحث ديال الضابط القضائي اللي هما ماشي متخصصين، وبالتالي فنظرا للتكوين ديالهم الضعيف فما عارفينش بانه راه الخبره كاينه عند الدرك الملكي وكاينه عند الشرطه القضائيه الى اخره في الكشف عن مجموعه من الوسائل التقنيه. وانا كنناقش كذلك وصلت من بعد وصلت الفيديوهات، انا وصلت كنناقش حلاوي وبعض النقط في الفيديو وكنشرحها وتنبينها من الناحيه السيكولوجيه والاجراميه، وتما يعني المتهم ناض كيغوت عليا وتيعترض على المرافعه، ومن بعد المحامون ديالو كذلك دخلوا عاوتاني حتى هما بالصياح والتنديد، بحيث انني انا كدفاع ديال الطرف المدني من حقي نقول بانه الحلاوي كانت امام شخص لا وزع له نهائيا، لا اخلاقي ولا اجتماعي ولا حتى شي حاجه، يعني ولا انساني ولا بشري، وبالتالي فسلوكه كان سلوكا وحشيا متوحشا واجراميا، هما انا ما بغاوش هذه القضيه هذه ونطلغوات الى اخره، في حين ان حنايا من حقنا نقولوا بانه مجرم، حيت حنا الطرف المدني حنا اللي تلقينا الجريمه، راه الطرف المدني هو اللي تلقى الجريمه، حنا الدفاع ديالو، كنقول بان هذا مجرم طرب لي بموت هنايا ولا تعدى عليا ولا سرقني ولا انا اللي شفت، وبالتالي فما يمكنش نحتارم ونقولوا لا هذا بارئ، وهذاك بالنسبه للنيابه العامه، بالنسبه للمحكمه هي المحكمه حتى تنهي المناقشات والمرافعات عاد كتمشي تكون قرارها. النيابه العامه تتهم ليس لديها الحقيقه، الحقيقه في نهايه المطاف تخرج من المحكمه، اما حنا عارفين حنا الموقع ديالنا في الجريمه حنا الضحايا، وشنو نقولوا لا ماشي ما دارش،
يوم دار صافي الله يعاون خرج براء دفاع هذا الطرف المدني يقولوا دير هذا بريء الان تبت اذا انت شكون غايدينو الا ما كنتش انا غنقدم وسائل الاثبات ونهضر ونعطي مجموعه من الوقائع اللي يمكن تسرب للقناعات المحكمه. انا خصني نقول بان هذا مجرم، شنو اقول ماشي مجرم، راه جريمه الاغتصاب وهذاك العرض والاتجاه في البشر الى اخره، كاينه غير الجرائم البشعه اللي كلها كتدخل في اطار الجنس الغير الرضائي. ما كنتكلمش على الجنس الرضائي، الجنس الرضائي شي حاجه اخرى، ما عندناش مشكله مع الجنس الرضائي، شي ديال الدعاره ولا الفساد ولا الخير الزوجيه، هذا كل شيء جنس رضائي. الاغتصاب، الابتزاز، هذاك العرض، هذه جرائم التجاره في البشر، هذه جرائم غير رضائيه. انا اكره هذه الجرائم الغير رضائيه. هذا راه يمشي يمكن يمشي للاطفال، يمكن يمشي عند النساء المسنات مادام كيتحرش وكيغتصب، غادي يمشي شخص لا وازع له كما قلت في المحكمه، لا وازع له، ويمكنكم ان تفهموا ذلك. ممكن ان يرتكب اي حماقه، راه البنت خصها تجيه من ضابطه وكتضحك وداك الشيء، والا غادي يدير لها شي مصيبه. هذا هذه النقطه هي اللي كنت كنشرحها، يعني من الناحيه النفسيه انه لماذا في بعض اللقطات اللي كتبان بانها جايه مسكينه خصها تسم، خايفه. راه خايفه اللي يرتكب فيها شي حاجه. لا وازع لديه. وعطيت واحد المثال. راه الشخص المبتز المتحرش شخص ضعيف الشخصيه، اولا ضعيف الشخصيه ومريض. كيف تقبل ان تنام مع امراه لا تريدك، لا تحبك، لا ترغب فيك؟ هذا ابشع ما يكون، ابشع. هذا الحيوان ما كيديرش شيء. اذا انت يا فوق حيوان، خطاره شي هذا. والناس يفكروا في هذه الجرائم الجنسيه الغير رضائيه، راه ابشع ما يكون، راه ابشع ما يكون. وهذا وقفت انا، يعني باقي عندي نقاط اخرى كنتكلم عليها، وشكرا.